بسبب مشهد القبلة، مريم الزعيمي تتعرض لانتقادات قاسية. تعرضت الفنانة المغربية مريم الزعيمي لانتقادات كبيرة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد القبلة في مسلسل المكتوب الذي يعرض على شاشة القناة الثانية دوزيم، وعجت صورة تظهر من خلالها مريم الزعيمي وهي تقبل أنس الحمدوشي الذي يجسد دور ابنها في المسلسل. السوشيال ميديا في جو مليء بالانتقادات اللاذغة. من جهة أخرى، استطاعت الزعيمي خطف أنظار الجمهور المغربي من خلال تجسيدها لدور شخصية الباتول زوجة عمر المعطاوي. وجدير بالذكر أن مسلسل المكتوب لقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور المغربي الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمسلسل الذي دائما ما تتصدر حلقاته الترند المغربي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.